السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، وإن الشاعر الذي يعيش في وجدان الناس ويظل محفورا عميقا في وجدان التاريخ هو الشاعر الرسالي، الشاعر الذي يمنح الزهرة من دمه قبل دمعه، الشاعر الذي يكون صادقا بأفعاله قبل أقواله فيسعى إلى تحقيق ما كتب وتطبيق ما وعد. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنستضيف عبر الإنترنت الشاعر السوري الأستاذ عبد العزيز الحامدي. حللت أهلا ونزلت سهلا أستاذ عبد العزيز. يا أهلا وسهلا فيكم يا أخي مصطفى، شاعرنا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حقيقة هذا لقاء جميل الذي يجمعنا وحضرتكم من خلال هواء قناة الرافدين. في البداية وقبل شعركم الجميل وإلقائكم الأجمل، نريد أن نتعرف إليكم أكثر ونعرف جمهورنا العراقي والعربي بشكل عام أكثر على الأستاذ عبد العزيز، تفضل. بوجودكم اسمح لي ببعض الأبيات قد تعرف بي. تفضل، لا بأس. أقول: عزيز بأفكاري قوي بإحساسي، وإن كان من حولي المكان بلا ناسي. إذا أوحشت غيري غيابة غيره فإني بذاتي إن توحدت إيناسي. يا سلام. يراع وأوراق وأطياف عالم من الفن هم في وحدتي خير جلاسي. ولي كل آن حالة فكأنني، ولي كل آن نشأة فكأنني أعدد نفسي إذ أعدد أنفاسي. ولي كل آن نشأة فكأنني أعدد نفسي إذ أعدد أنفاسي. يا سلام يا سلام، ما أجملها من فلسفة شعرية تشي بالكثير من الجمال في هذه الحلقة التي تصفو بك كثيراً، وأكيد نراها أكثر جمالاً وتعد بالكثير من يعني العذوبة الشعرية والآراء العالية. لكل شيء غاية أستاذ عبد العزيز، ما غاية الشعر من وجهة نظركم؟ أردت أن أقول نتفة أخرى لك ذلك قبل أن تجيب، لا بأس، تفضل. بارك الله بكم، قد يعني تتضمن بعض الإجابات، لأنه لدي الحقيقة متطفل على غايات كثيرة، أو بالأحرى أدوات للوصول للهدف، الغاية العظمى التي سوية نعيشها، وهي الحق والخير والجمال. تفضل. أقول أغرد شعري بعزفي ولحني وحيدا، وجمهوري الفذ أذني. أنا خمسة أغرد شعري بعزفي ولحني وحيدا، وجمهوري الفذ أذني. أنا خمسة في كيان عجيب فريد، وحسبي من الكون كوني. أنا نشأت، يعني بالنسبة لي أعرف بشكل نثري. تفضل. مهندس ميكانيك. نعم. الاسم عزيز قطب الدين الحامدي، من الأصل من ماردين، والإقامة كانت في سوريا في دير الزور. أجدادي من ماردين، فنشأت في بيئة في الخؤولة والعمومة تعنى بالثقافة والأدب. نعم. واللغة العربية، تنفسنا اللغة العربية والشعر والأدب. أضفت إليهم خلاف محافظتهم، يعني خلاف ما يحافظون عليه، الاهتمام بالموسيقى، بالرغم من أنهم يعني ذو أصوات جميلة، أو يعني ذوي أصوات جميلة وأنغام، وهناك تذوق في الإنشاد في عرفانياتهم. نعم. وفي ساتهم. إنما أضفت هذا، ولذلك أنا كان غايتي، يعني من إحدى الغايات، أن أغني شعري بعزفي وصوتي، وهذا ما قلته قبل قليل. جميل جدا.
والغاية الكبرى حتما نلتقي نحن وأنتم شعراء وأدباء ومفكرين، نلتقي معكم على هذا على تلك الغايات نحن في الحقيقة دائما على تلاق، إذا إن شاء الله. تقابلت الأفكار والآراء وسمت بالأرواح قبل الأجساد فلا يهمنا التباعد، إنما تقارب القلوب أهم بكثير من يعني تباعد الأجساد، وهو الذي يجعل الأرواح متآلفة. باش مهندس عبد العزيز، حدثنا قليلا عن غايتك الذاتية من كتابة الشعر. لكل شاعر غاية، لماذا تكتب الشعر؟ قد يسألك سائل. نعم، إذا فخر الرجال بزهو مالي، فخرت بفكرتي وبحسن قالي. يا سلام. وكم ورث الغني ضعاف نفس، وكم ورث الأديب أولو فعال. وتغنيك القناعة عن سؤال، ويغنيك التعلم بالسؤال. يا سلام. كانت وما زالت وما تزال، ولما تزل، إذا أردنا أن نقول يعني الغاية هي معرفة هذا الكون، والمعرفة أيضا هي تعريف وهي تعلم. يعني المعرفة لا تكتمل دارتها حتى تكون عارفا ومعرفا ومعروفا. وبالتالي أنا الفكرة، قد يبدو الكلام سفسطائيا ربما لبعض من الناس، إنما حقيقة يعني أنا الشعر والرسم والموسيقى والفنون جميعا كتبت تقريبا جميع الأجناس الأدبية، كتبت ما شاء مئات الله. الصفحات في الفكر. يعني ربما إنتاجي في الفكر الذاتي التأملي قد لا يكون على منهج فلسفة مثلا أرسطية أو نعم. هي أو ما أشبه، يعني الإيديولوجيات. أنا كمثقف أنظر إلى الثقافة بالكلية، بالكلية التي تشمل العقل والروح والجسد والنفس والأوطان والبلاد والأعراق هذا جميل البشرية. جدا. أنظر بالشمولية وأجد أن الموسوعية هي تخصص أيضا. يعني من يعني من يتشدق للتخصص، يعني أنا لا أعتبر أن شهادتي هي كل ما عندي حقيقة. يعني فأنا التشدق بالتخصص إذا كان ولا بد، فسنقول لهم، لمن يتشدق بتخصصه ويتعمق، سنقول له إن الموسوعية أيضا تخصص لا يوهبها إلا من أوتي أشياء ما الله سبحانه وتعالى يسره لهذا الشيء. صحيح. لكن الهدف حقيقة، الهدف هو معرفة الحقيقة ومعرفة الفكر والتعرف عليه، بل معايشته، لأنه إحنا نحن الأدوات. يعني نحن الأقلام التي تكتب أقدارها، نحن الأقلام التي رفعت وجفت الصحف، نحن الأقلام ونحن الصحف ونحن كل وأحسنت شيء. كثيرا، وهذا تماما ما يثبته في جنانك وفؤادك وقلبك بيت الشعر الذي قلت فيه: وتغنيك القناعة عن سؤال، ويغنيك التعلم بالسؤال. سؤالي بالضبط بالضبط. يعني قد يستغرب المتلقون فيقولون: لماذا هذه المقاربة ما بين السؤال هنا وهنا؟ لماذا هنا جعلت القناعة تغنيك عن السؤال، بينما عند التعلم كان لابد من السؤال؟ لأن الطالب دائما يفتقر إلى المعرفة. يا سلام، الإنسان لأن الراغب بالتعلم دائما عليه أن يفتقر إلى مزيد من العلم، أما عند القناعة فالقناعة تكفينا السؤال، أن نسأل غير الله، أن نسأل الناس. وعلى فكرة يستخدم بعض كلمة قناعة لكل أشياء. هي الحقيقة القناعة لا تقال إلا للمال، نعم ولا يعني لا يقال إنه فلان قنع برأي فلان، نعم يقول أو ظن أو أخذ برأيه، أما لا يقول قنع. كالخطأ القناعة الشائع أظن، ولك أن تصحح لي، الذين يقولون: أنا على قناعة تامة بأن هذا سيحدث. ربما كان ينبغي عليه أن يقول: أنا على اقتناع تام.
بالضبط، أنا على حد علمي أن القناعة لا يجوز أن يقال، ولذلك أنا قلت من البداية إذا فخر الرجال بزهو مالي فخرت بفكرتي وبحسن قالي، فأنا إذن أضع هل الطلب طلب المال لا يحبذ لكن يحبذ بالسؤال طلب المال. أحسنت، نريد فيك القناعة عن سؤال. نعم. نريد منك الآن أستاذ عبد العزيز أن تسعد قلوبنا بإلقائك الجميل للشعر وتقرأ لنا قصيدة تحب أن نسمعها منك، تفضل. يعني سأبتدأ، هل أبتدأ بمديح المصطفى صلى الله عليه اقرأ ما وسلم؟ تحب لك ذلك، أنعم بها من بداية وافتتاحية. بارك الله بك، لأنه محبوبنا الأعظم وقدوتنا إن شاء الله. تفضل. وأسوتنا أيضا. أكيد ولا شك. في قصيدة بال2007 قلتها في على منابر دير الزور أيام الهجمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجمة الإعلامية، فقلت كعبة الأرواح يا من تسمى بحمد فيه متصف، هذه حروف لهاو غير محترف، هذه حروف هوى تسعى لخير هدى بمستقيم صراط غير منحرف، تهوي على شفة ظمأ لذكركم فلفظها لاسمكم رشف لمرتشف، شفت جراحا. صوت واضح؟ تفضل أكمل. تهوي على شفة ظمأ لذكركم فلفظها لاسمكم رشف لمرتشف، شفت جراحا وشفت عن مكابدة لعاشق قلبه أشفى على التلف. يا سلام يا سلام. ومن لظى كبد قد أورقت وزهت حتى غدت بكم وردا لمقتطف، غنت مشوقة طيب عند طيبة ثوى بها أحمد الأخلاق والشرف، وما بها بدد إلا لشملكم وليس سائرها عنكم بمنعطف، لأن قضى الله بينا بيننا فلكم في عاطر الذكر منكم ضمخت صحفي. الله الله. فباسمكم وسمت ورسمكم رسمت وحفظكم حفظت في خالد التحف، وكم حلالي غرام في صبايا وكم أطاق قلبي غرام المدن في الكلف، وكم حلالي غرام في صبايا وكم أطاق قلبي غرام المدن في الكلف، ولم يلذ وقد ولى الشباب سوى بحبكم ما أحيل صدوة النصر. يا سلام، ما أرقاها من أفكار وما أعذبها من أشعار، تفضل أكمل. الله يبارك فيكم. وهمت لكنني ما همت عن نزق، ولا ولعت بذي جيد وذي هيف، فحبكم سرمدي طاب من قدم بنور مؤتلق وروح مؤتلف، فأنتم كعبة الأرواح مذ خلقت تسعى ملبية في خير مزدلف، وما الحنين لروض أنت تسكنه إلا طوافا بتلك الروضة الأنف، وكم إلى البيت صلى وجه مبتعد، وكم إلى البيت صلى وجه مبتعد، لكن عليك تصلي روح معتكف لله منكشف بالذنب معترف للخير مغترف للحق منصرف. ما أبهاك، ما شاء الله. وكل صب فشت بلوى عواذله، وعاذلي بهواكم مات من شغفي، فليس في حبكم من عاذل أبدا إلا سقيما لو استشفى بكم لشوفي. ومن يصلي عليه الله في قدس فهل يمس بأرجاس من الجيف، ومن على أحدا
جبل أحد، ومن على أحدا بالصحب مرتجفا فهل تنال به أقلام مرتجفين، ومن به تم عدل الناس من عسف فهل تطيش به ميزان معتسف، فكل أكذوبة في حقه فنيت وكل قول بصدق المثبتين نفي، يا سيد الخلق لولاكم لما اصطفيت رسل ولا قام يدعو للنجاة صفي، يا خاتم الرسل أنت البدر بينهم وهم ظلال، بدوا في ظلك الورف لولاك ما عرف الإنجيل أو ذكر الزبور أو سطر التوراة في الصحف، لولاك ما نزلت آي على أحد وما سمعنا حديث الراحم الرأي فيه، وما تفوه حبر فوق منبره وما اختلى عابد لله في السدف، فليس مولدكم عندي سوى حدث جلي معنى من التكوين غير خفي، نطقتم بحديث الحق عن ملأ أعلى وأحضرتم ما غاب من سلفي، أظهرت في مدحكم عزي فما بلغت بلاغتي غير جزء الجزء من طرفي، ولست أعبأ فيما عشت من شظف إن كنت عندكم ذا منتهى ترفي، ما دمت أرفل في نعمائكم أملا في أن أراكم كفاحا دون ما سجفي. اللهم أمين، نسأل الله أن تتحقق هذه الرؤية بعد طول عمر وحسن عمل، ونحن على السجية والفطرة السوية ونسير مقتدين بالسيرة الطيبة التي يريدها لنا نبينا الأكرم. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد العزيز. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة معكم من بيت القصيد، وفي هذه النافذة يطل عليكم الشاعر المهندس عبد العزيز الحامدي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز معنا مرة أخرى. الشاعر يجب أن يكون صاحب رسالة تخلق الوعي وتشكل صورة النقاء في ملامح الناس قبل عقولهم، أو في عقولهم قبل ملامحهم. أعتذر إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة الكلمة الرسالية، هذا الإلحاح، هذا الهم الذي يجب أن يشغل كل شاعر، قولك في هذا الموضوع. والله أنا منذ نشأتي الحقيقة نشأت على الفن الرسالي. طبعا قد يكون مصطلح الفن الرسالي سمعته أول مرة من الفنان المبدع رشيد غلام. رشيد غلام معروف طبعا هذا الفنان ومنشد، يعني قد يفهم الفن الرسالي لأنه إحنا كنا أمام مفترق طرق ونحن شباب نتحدث، هل الفن للفن أم الفن للمجتمع، أم الفن يعبر عن الشخص، أم أن الفن فانتازيا أو مثلا سوريالي. إنما الفن رسالة. أيوة بالضبط، أنا نشأت ضمن هذا المنحى، لذلك قد تكون الفنون، وهي يعني الفنون روافع، هي روافع كما تفضلت للأدمغة للعقول، روافع للسعي نحو الإنسانية. حللت أنا من خلال، يعني قد يكون نثري أطول فأرجو أن توقفني، قد يكون نثري أطول ما لا بأس لك أن تتمم الفكرة التي تحب. الغاية من هذا النقاش هو إضاءة القلوب والعقول في آن. تفضل أكمل أستاذ عبد العزيز. بارك الله بكم بحضوركم ووجودكم. الله يحفظك أستاذ الشاعر الرسالي الملتزم الغزاوي. الله يحفظك. ونحن
في بركات أهل غزة، وليس فقط في بركاتهم المادية والمعنوية المحسوسة. وفقهم الله ونصرهم، اللهم آمين، ونصرهم على كل ظالم جميعا إن شاء الله. آمين. الفكرة أن يعني لا بأس أن يكون أدوات الفن يتمكن منها الفنان المبدع الذي نعم بالقاص الشعر، يجب أن يتمكن منها، ويجب أن يقرأ المذاهب كلها والتيارات. إنما الأفضل أن تكون هذه الفنون روافع لمستوى من البلوغ للرسالة العالمية، يعني الإنسانية العالمية. وأنا أفرق ما بين العولمة والعالمية، وشبهت هذا قلت إن الحضارة كالحرارة تنتقل من الأجسام الساخنة إلى الباردة، وليس العكس. إذا حصل العكس فيحصل عمل، يعني يجب أن نبذل عمل في البراد حتى نطلع الحرارة من المكان البارد إلى المكان نعم. الساخن. بالعكس، هي تلقاء تنتقل الحرارة من الحار الساخن إلى البارد. الحضارة كذلك، حضاراتنا المشرقية ولا سيما حينما جاء الإسلام، هذه الحضارة تنتقل بشكل تلقائي وعفوي إلى المناطق الضعيفة التحضر. إنما ما يراد اليوم هو عكس ذلك، هو تصدير القيم ما يدعى أنها حضارية بالشكل المعاكس. صحيح. هذا التبريد وليس التسخين، وهذا يحتاج لعمل، ولذلك هم يحتاجون لجهود. وهذا العمل احنا لذلك نجد العولمة، فالعولمة هي يعني حتى لفظها الاصطلاحي يعني صناعي ومشتق غير اليونيفرسال، مثلا يونيفرس يعني العالمية. صحيح. فالعالمية كمصطلح كما أفهمه هو الانتقال التلقائي من حضارة أعلى إلى حضارة أدنى. أما العولمة فهي القسر الناس على نمطية معينة قد لا تعجب أهوام. لذلك نحن نقول إن الفنون أيضا تقسم إلى شعبتين، فنون تدعو لإيديولوجيات معينة أو لأنماط معينة، وفنون تعبر عن رسالتها الإنسان. نعم. ومن هنا التركيز على هذه الرسالة. أحسنت كثيرا. هذا الموضوع أكيد يطول الحديث فيه، وسنأتي على بعض التفاصيل فيما يتعلق ب يعني جزئيات طرحتها في هذه الإجابة. سنأتي على بعض تفاصيل تتعلق بهذه الجزئيات في سياق هذه الحلقة. قبل ذلك نريد قصيدة جديدة تسعدنا بإلقائها وتبهج القلوب بسماعها منك أكيد. تفضل أستاذ عبد العزيز. بارك الله بك. يا جديدة جديدة يعني عمرا أم جديدة أخرى قصدك؟ قصيدة بمعنى جديدة بمعنى أخرى، ولكن كل قصائدك جديدة على من يتابعنا الآن، وقديمك وجديدك في ميزان الجدة وفي ميزان القدر أكيد هو عالي ويستحق أن يراج أو يروج ويستحق أن يسمع. الله يبارك فيك. وعدت والدتي التي تربو على 90 عام ما شاء الله، وهي مبعث يعني كانت تعلمنا الشعر، وصدقني حتى هذه اللحظة تقول لي أبيات لم أسمع بها مرة. ما شاء الله ما شاء الله، حفظها الله. 92 سنة وهي هميمة والحمد لله. أسأل الله أن يرزقها الصحة والعافية ودوام الخير وفضل الدنيا والآخرة بجواركم. تفضل اقرأ لنا هذه القصيدة. آمين يا رب. متعكم الله ولما شملكم وجمعكم بذويكم اللهم وأهليكم. تفضل. هذه القصيدة بال97 في اسمها جنة الدنيا، وهذه القصيدة سمعها أحد الإخوة الملحنين في تونس اسمه الأستاذ حافظ العبيدي، نحييه يعني إذا كان يسمعنا فيما بعد. والزلمة لحنها ما شاء الله، لحن جميل، لكن
لم ترى النور بسبب ضعف الإنتاج. طيب تفضل اقرأ لنا هذه الأبيات سلام لنرى ما معك. الذي لفت انتباه هذا الملحن لهذه القصيدة، وأكيد هي قصيدة عالية وتستحق. تفضل. يقول: أقول بالأحرى لك من دمي متدفقا أغلاه، ومن الغنى مترفقا أحلاه، يا سلام. فالحب أعمق حين أنت بحاره، والشعر أرفع حين أنت سماه. فالحب أعمق حين أنت بحاره، والشعر أصدق حين أنت سماه. سماه يا من أهاب القول فيك جلالة، ويذوب فيك عذوبة معناه. يا سلام. وأقول: يا الله حين تضرعي، لولاه ربي قلت يا أماه. ما شاء الله. فبك الحياة عرفتها موجودة، ووجودها بالله جل الله. ما شاء الله. وأقول: يا الله حين تضرعي، لولاه ربي قلت يا أماه. فبك الحياة عرفتها موجودة، ووجودها بالله جل الله. من لي إليه سواك كي يرضى، وكي ترضي إذن من لي إليك سواه. الله. من لي إليه سواك كي يرضى، وكي ترضي إذن من لي إليك سواه. أفلست من زمن الحياة ربيعها، أولست من زمن الربيع ضحاه. فإذا سرى وتضوعت نسماته، هفت القلوب وغردت أفواه. فرح لمحزون وهدأة مغضب، وبثيث من ثقلت به شكواه. يا الله. قلب يحس، يد تجس، وأعين تهب الرقاد قريحة بدجاه. هي تهب الرقاد، وهي تهبنا الرقاد، وهي تتقرب. تفضل تابع مشكورا. قلب يحس، يد تجس، وأعين تهب الرقاد قريحة بدجاه. ما شاء الله. غنت بك أنتي وشقاوتي، واخضر عيشي أزهرت بلواه. لافي على المحروم ضمة أمه، هي جنة الدنيا فما أشقاه. يا الله. لافي على المحروم ضمة أمه، هي جنة الدنيا فما أشقاه. أي والله، نسأل الله أن يعوض كل محروم عن أمه أجر الثابتين الصابرين، وأن يجمعه وأمه بعد طول عمر وحسن عمل في مستقر رحمته. وهذا ما نرجوه لنا ولكم يا باشمهندس عبد العزيز. بعد هذه الدفقة الشعورية عالية الجمال، لا بد من استراحة أخرى نتابع بعدها. مشاهدينا الكرام، الآن وإياكم نخرج إلى فاصل جديد، ومن ثم نعود، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة المتميزة حقا من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. وصلنا إلى آخر فقرات حلقة هذا الأسبوع، وهي رفقة الشاعر السوري الجميل شعرا ونثرا المهندس عبد العزيز الحامدي. هل يفرض أو تفرض الهندسة نفسها عنوة أو بكل عفوية في قصائدك؟ هل يحصل معكم هذا أحيانا؟ يحصل، وربما يحصل كثيرا، يعني يراه غيري قد لا أراه. يعني أنا طبعا بكرت بالشعر، أنا كتبت أول بيت موزون عمري 14 سنة. ما شاء 13-14 سنة قبل معرفة العروض يعني. ثم بعد ذلك تعلمنا العروض، و كان والدي ووالدتي يشجعاني
على يعني هذه الأشياء. ما شاء الله. ف يرى غيري بأنني أهندس الأبيات هندسة، أو أن يعني أنا حقيقة لست مع قصيدة البيت، وإنما أنا مع وحدة القصيدة يعني، ومع بيت القفل على غرار ما يأتي به عمر أبو ريشة يعني. فحقيقة أحيانا لا أحب الوغول، التوغل كثيرا في يعني الصور البعيدة والمبالغات نعم والتشبيهات، لأن احنا اعتدنا على دراسة نوعا ما صارمة يعني. الميكانيك هو أصرم العلوم أشد صرامة يعني. نعم فكنا منطقيين أكثر اها يعني، ولعنا منذ صغرنا نعم بالمنطق يعني. كان أبائي وأجدادي وأخوالي وأعمامي يعني لديهم المنطق شيء أساسي، مع اللغة ما العربية، شاء مع الله. شعرنا أستاذ نشأنا به. عبد العزيز يعني فيما يتعلق بإجابة سابقة لك حينما تحدثت عن الحضارة ووصفتها مقدما لها بأنها حرارة وتحتاج إلى يعني إثارة لهيب الحماسة في نفوس الشباب والجيل حتى يعني نسترد الصدارة المفقودة. هذه التعابير التي طرحتها بمقابل مصطلح التبريد الذي يعني يفسر حقيقة مضمون العولمة أو الأفكار المستوردة إلى آخره، هذه الأفكار التي طرحتها ما الذي تريد أن تؤسس له باختصار من خلال هذا الطرح لو سمحت؟ يعني أرى أن مثلا على سبيل المثال مدينة دير الزور أو ريف مدينة دير الزور أقدم من الولايات المتحدة. ما شاء الله، جميل، يا سلام، ما أجمله من شرح مختصر ووصف عميق. يعني لدينا يعني هذا. طبعا أنا لست ضد العلم، ولست ضد العلمانية بالمطلق، ولا ضد العقلانية، ولا ضد المرونة في التثاقف، لأنه بالأساس هاي رسالة يعني. نحن المشرقيين نحب يعني، بتلقاء قيل فلسفيا، نعم إنه لا يمكن أن توجد الشمس إلا مشعة، ولا يمكن أن يوجد النهر إلا متدفقا. هذه الحضارة دعوها تتدفق يعني، أحسنت دعوا مهد الحضارات، دعوا هذه الديانات التوحيد السماوية أحسنت كثيرا. بالضبط، دعوها تتدفق. طيب قبل ما نذهب إلى قصيدة جديدة، قبل ما نذهب إلى قصيدة جديدة، أيضا استوقفني طرح آخر طرحته أنت. قلت دائما كان أبي ووالدتي يشجعانني على حفظ الشعر، يشجعانني على قرض أو كتابة الشعر. من خلال هذه التجربة الذاتية التي عشتها أنت، ربما تريد أن تخبرنا بطريقة غير مباشرة أن هذا ما ينبغي أن يكون واجبا على كل أب وأم، أن يحفزوا فكرة حب العربية والشعر العربي لأبنائهم، هل هذا واجب؟ هذا صحيح جدا، حتى يعني أحيانا استدعى إلى لبعض المحاضرات ظنا منهم يعني، حسن ظن منهم بأنه أتحدث في يوم اللغة العربية، فدائما كنت آتي بشيء جديد فيما يتعلق بالتشجيع على اللغة العربية. واللغة حقيقة، اللغة هي ما تعيشه وتتنفسه. ما نراه اليوم من استعارة للغة الفصيحة هو استعارة وليس معايشة. فلذلك أنا أدعو شبابنا، أدعو نعم أطفالنا، أدعو مربينا دائما عليكم بأشعار العرب، ما شاء الله عليكم عليك، بالشعر. ما شاء الله عليك يا أستاذ عبد العزيز، يعني أنا لو تركت العنان لك فإن نثرك الجميل أنت قادر يعني على تقديم لآلئ الحكم وجواهر النصح والإرشاد من تجربتك الحياتية الواسعة، ما يكفي أو ما لا يتسع له مثلا ساعات من البث. ما شاء الله عليك موسوعي وممتلئ، زادك الله حكمة وفطنة وعلما. لكن دعني يعني أنحاز إلى الشعر من جديد لكسب ما تبقى من وقت، نريد منك أن تقرأ علينا قصيدة، تفضل.
هذه قصيدة جديدة تتحدث عن مشيبي، فأقول: كفن الشيب شبابي، فعلاني وعلابي. ايه كفن الشيب شبابي فعلاني وعلى فعلاني بي. وعلابي، بيد أني حين شيعت شبابي قد شبابي. ما شاء الله، ما أجملها من جناسات. كفن الشيب شبابي فعلاني وعلابي، بيد أني حين شيعت شبابي قد شبابي. وشبه حملته من دمي حمر عذاب لعذابي، يا سلام. دفنته في ثرى القلب ثوابا فثوابي. إن تراني مثل شيخ ليس مثلي مثل ما بي، إن تراني مثل شيخ ليس مثلي مثل ما بي، إنما حالي بقلبي حل في قلب الشباب. ما شاء الله ما شاء الله، أدام الله عليك نضرة الشباب، وأنت حقيق بذلك ومستحق له مهندس عبد العزيز. قبل أن ننتقل إلى القصيدة التي نتطلع إلى إلقائك الجميل من خلالها حتى تكون مسك ختام هذه الحلقة، لكن قبل هذا أريد منك نصيحة لعموم الشعراء حتى تكون تجاربهم ليست ناضجة بالمفهوم البشري أو المفهوم الحضاري أو المفهوم الإنساني للأرض، وإنما نريد لهذه القصائد أن تنضج أيضا نضوجا سماويا يرتقي بأصحابها. ماذا تقول لكل شاعر مستأمن على فكرة الكلمة؟ كما تعلم، حين يقولون ليت شعري يعني ليت علمي، وقيل عند الفلاسفة أن واتهم، حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما اتهم بالشعر، دليل التماهي، دليل التماهي في أن الشعر يقول ما لا يقوله الإنسان العادي. نعم، الشاعر عالم، حين أقول ليت شعري أي ليت علمي. وعند عند اليونان الشاعر يعني هو يعني الفيلسوف الحكيم إلى آخره. فالشعر مرتبط دائما، الشعر مرتبط بما ورائيات نحن نؤمن بها، يعني ليس كل ما وراء هو محبب. يعني هناك ميتافيزيقيا هناك مهملة. مرامي يعني غير جيدة تدخل في أبواب ربما لا تخدم أفكارنا، لا تخدم آخرتنا، لا تخدم دنيانا، ربما تخرمها صحيح. لا تخدمها، لكن هذه الأفكار غير محببة ولا تنصح بها، إنما تنصح الشعراء بماذا؟ تفضل. يعني أنصحهم بالسمو قليلا فوق، أولا فوق رغبتهم في تكثير الجمهور، يا سلام. يعني هذه أول مسألة. المسألة الثانية التمكن من الأداء. وطرحت قبل فترة في الفيسبوك تساؤل، يعني هل جمهورك أهم من تمكنك بالأداء؟ فتمكن الشاعر بأدواته، ثم الشاعر عليه أن يكون مثقفا ملما في جوانب حياتية كثيرة. لا يمكن للشاعر مثلا أن يتحدث فقط للشيء الخارجي والوصف الشكلاني، نعم، يجب أن يفهم نفسية المجتمع، نفسية، يجب أن يفهم آفاق مجتمعه، يجب أن يفهم قضايا أحسنت. تاريخه، يجب أن يفهم تاريخه. أنا للأسف عندي قصائد، يعني كانت القصيدة اللي ألقيتها يعني بجمعية فعالية جمعية الشعر في الموجودة الآن حاليا، وعندي قصيدة عن الشام أيضا، يعني لما غادرتها بالتسعينيات كنت أدرس وخدمت فيها الجيش، وتركتها في قصيدة.
وقصيدة طوفان طوفان الأقصى، فماذا تحبذون؟ لن أطيل عليكم اقرأ ما تحب، لكن مضمون هذه الإجابة قبل أن تقرأ قصيدتك كما لو أنك تقول لي وتقول لكل شاعر: عليك أن تكتب في القضايا الكبرى، عليك أن تكتب في الموضوعات الخالدة، عليك أن تنتصر للمظلومين، عليك أن تضع فكرة رضا الله نصب عينيك قبل أي كلمة تجري عليك بشكل قصيد. بالضبط بالضبط، سأقرأ قصيدتين، واحدة عن المحبوبة، لابد من الغزل، ليس كذلك؟ هل تسمح لي؟ طيب ما رأيك بالمحبوبة الأجمل ألا وهي الشام حتى تكون مسك ختام، لأن الوقت ربما لا يكفي لقصيدتين، خذنا إلى شامك التي تحب، ما رأيك؟ طيب، هي الشام تضمن القصيدة، القصيدة اللي قبلها قصيرة يعني، تفضل ليست لا طويلة بأس، على نقرأها؟ لك ذلك لا بأس طالما أنها قصيرة، وبعد ذلك ستأخذنا إلى الشام التي رسمتها بكلماتك شعرا، لك أن تبدأ بالقصيدة القصيرة ثم نختم بالشام، نحن منها تمام. وإليها الشام، تفضل. الله بارك الله فيكم. وقصيدة الشام تتضمن أيضا يعني العاطفة، تفضل. عاطفية هي. والله في قصائد جميلة يعني، أنا محتار حقيقة. الآن إذا في أردنا قصائد، نتحدث عن الحيرة فالوقت لا ينتظر أستاذ عبد العزيز، إذا لك أن تقرأ أو أن تقرأ ما بين يديك، تفضل نحن نستمع إليك. من للملاك بشاعر وصافي، خلب اللحاظ ونال لب شغافي، إن قلت أعشقه فلست بكاشف سرا، فحال العشق ليس يا بخافي، سلام، هو وشوشات الياسمين وبسمة الجوري الفاحة ورقصة الصفصافي، هي أمامي الآن طبعا. إيه، هو صحو فجري وانتشاء غمامتي وشفوف نهري واخضرار ضفافي، وأنا به السكران راحي روحه رقت بطلعته كنبع صافي، فإذا تبسم أشرقت شمس الهوى يصحو ببسمته الهيام الغافي، وإذا مشى خفق الفؤاد لقده الممشوق من حور به هفافي، فيصير قلبي بلبلا مترنما بالحب لحنا في دم الطواف، ليسير في جسدي العتيق سواقيا وتهزه روحي به كسوافي، في صمته نطق الجمال مفاتنا فإذا تكلم فالجمال خرافي. أدام الله عليكم نعمة المودة الصافية، ولا حرمكم الله هذا الأنس وهذا التقارب، خذنا إلى الشام الآن. بناتي يعني، ولي قصيدة أيضا في بناتي الخمس، ربي ليس يحفظهم عندي لك ولد إن ولا شاء الله، تفضل. إيه. والله أنا كنت أرجو لو أن الوقت يعني يتسع أكثر، لكن لم يبقى من الدقائق سوى يعني النزر اليسير، ووصلنا أو يعني يوشك الختام أن يدركنا، فلك أن تقرأ القصيدة التي بين يديك، تفضل. وداع ساخن قلتها بالتسعينيات عن تفضل. الشام. قد تركت الشآم تبكي بكائي بخريف مطرز بشتائي، بخريف كأنه زفرات لمحب معذب الأحشاء، صارخ بالرياح أوراقه الصفر نشيج وحشردات فضائي، ندبت أرضه فثار غبار وترامت دموعه في سمائي، أنت تحكين يا دمشق فؤادي زاخرا بالعواصف الهوجاء، يا سلام، أنت مثلي تخشين مني وداعي، كنت مثلي ترقبين لقائي، سوف أمضي وفيك بعض الأماني تتلاشى على رفيف رجائي، كم سكبت الأحلام بين ذراعيك ورودا في الغوطة الغناء. أنا كنت ساكن بمخيم فلسطين، ما شاء عشت الله، مع إخواننا الفلسطينيين 5 سنوات، وبين أهلي، كنت بين أهلي وكانوا يعتبرونني واحدا منهم، ما شاء الله، كم تفضل سكبت أكمل. الأحلام بين ذراعيك ورودا في الغوطة الغناء،
كم شفا خاطري الجريح نسيم في صباح مخضر الأنباء. ما شاء الله. فيك ذوبت مفرداتي فأضحى كل شيء لديك من أشيائي. سرق النبع، نبع بردة، سرق النبع من تواضع نفسي ورمى قاسيون من كبريائي. طوع الزهر فيك شعري وطافت شوقة الطير في الضحى بغنائي، ولكم هاجس به همس السرو تلاقت ذراه بوح هوائي. كم أصيل جنحت فيه خيالي وغروب أسرجت فيه ندائي. كم نقلت الخطى وفيك دروب عابقات بياسمين المساء بددت عطره طيوب العذارى راميات من الرؤى كل رائي. كيف أنسى حدائق العشق أفشت سر روادها إلى الظلماء. كيف أنساك يا حجاز المقاهي، كيف أنساك مرجة الغرباء. كيف أنسى في الصالحية مشوارا تناهى لشارع الحمراء. والحميدية التي عاش فيها كل فن من القرون النوائي، تتأجيال فيها سواء مثل أسواق بيعها بسوائي. من تليد وطارف صنع الدهر جنون الأشكال والأهواء. ها هنا المسجد الكبير تجلى، ها هنا المسجد الكبير تجلى أموي المآذن الشماء. حجرا حجرا شاهدا على موت حي وبقاء يشي بحتم الثناء. كيف أنسى بأنني كنت يوما قاطنا في مخيم الأصدقاء. ها هنا قبية وذا هو بابي، مدخلي غرفتي وهذا فنائي. هو ذا مقعدي وهذا سريري، قلمي دفتري حروف هجائي. يتبدل يرموك أحلى وأبهى كل ليل يعج بالأضواء. كم قطعت الحارات فيه شغوفا بزحام الأحياء في الأحياء، ولكم طار جوها. سوف أقفز بعض الأبيات. كم أذبت الدجى بأوتار عود مدنف أن ساهرا بإزائي. تعلمت هناك العزف طبعا ما شاء الله. وفيه. آه يا شام، آه يا شام من فرات حزين رحت أسقيك خمرة الشعراء. هو يجري بغربتي في ضلوعي وهو يجري في أضلع الصحراء. ما شاء الله. تائها ضاع نجمه ضل عنه أهله في مدائن التعساء. كنت لي يا دمشق صبوة، كنت لي يا دمشق صبوة نفسي ورؤى خافقي ودار عزائي. كنت شايي وقهوتي، كنت شايي وقهوتي ودخاني، نار نرجيلتي وبرد روائي. كنت لي معهدا ختمت علومي ورباطا جندت فيه دمائي، وعهودا من الهوى ذبت فيها ومصلى تبت لي ودعائي. فاشربي يا دمشق نخب فراقي والوداع الوداع يا فيحائي. ما شاء الله عليك، لا وداع بين الأحبة، لا وداع بين وطن كبير وأهل صادقين ما زالوا على الوعد. شكرا جزيلا لك شاعرنا المهندس عبد العزيز الحامدي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين ظلوا على الموعد دائما، كونوا في عناية الله. إلى اللقاء.